غدوة راح يتم تنصيب اللجنة اللي باش تدير الحملة الانتخابية تاع تبون، الحملة مديرية الحملة، وراهم بداو يعني يوجدوا في ارواحهم. اللجنة هذه راح تشكل من عدة احزاب، وهذا والغريب في الامر انه في الجزائر الاحزاب السياسية ما عندهاش مرشح باش ينتخبوه، ما يرشحوش، ما يحسوش ياخذوا السلطة، وانما يا مهمتهم انهم يدعموا مرشح العسكر. هذا هو دور الحزب السياسي في الجزائر، ويعودوا كلهم يتسابقوا، كلهم يتسابقوا، وحتى لما يفوزوا في الانتخابات، الفوز بين ظفرين في الانتخابات التشريعية اللي تعطيهم مثلا الفرصة لتطبيق البرنامج السياسي ديالهم، برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي، يتخلوا على البرنامج اللي قدموه للمنتخبين ويقول لك احنا نطبقوا برنامج الرئيس، والرئيس هذا عمره ما كان عنده برنامج. هذه حالة السياسة في الجزائر، هكذا يعني تنشط الساحة السياسية في الجزائر. إذن اللجنة مديرية الحملة راح تشكل من عناصر اللي فيها الزلام العسكر اللي متبعين تبون كعناصر خدامين حزام عند العسكر، كما منهم وزير الإعلام، وزير الأول السابق هو راه طامع يديروه، هو أيمن بن عبد الرحمن طامع يديروه هو رئيس الحملة، مدير الحملة، والاخرين مشامشيه، الحزب الاخرين يجوا مشمشوا. المهم الحكايه وما فيها، تبون جايز الانتخابات محسومه يعني، الا الغبي اللي راح يصدق باللي مازال كاين انتخابات وفيها سوسباس وفيها ما كان لا سوسباس لا يحزنون. الشيء اللي كاين درك المشامشيه باش يظهروا باش يبانوا. شكون المشامشية؟ المشامشية هذو اللي زعما باش يمولوا الحملة الانتخابية. تمويل الحملة الانتخابية زعما داروا فيها قانون، وداروا فيها قال لك ضوابط، وحتى لما تمد 1000 دينار هذه 1000 دينار ما تروحش ليكيد، ايه قالك تروح اما شاك اما كارت بونكير اما فيرمو، ما تروحش ليكيد زعما باش يعسوا باش ما يكونش فيها المال الوسخ. الورك هو المال الوسخ هو اللي راح يعني يكون عصب الحرب، حتى انما هي حرب ضد والو ضد خروطه، هو المال الوسخ هو اللي راح نستعملوه. وعلاش؟ لانه في الجزائر ما يعملوش بالكارت بونكار وبالشاك وبال، ما كانوا الجزائر يعملوا بشد مد يحمد، بشد مد يحمد في الجزائر هكذا يخدموا، ما كانش وهذا معروف يعني، ما اختارنا حتى شيء، ما قلنا حتى نحر، هذا شيء معروف انه في الجزائر الناس يخدموا بالشكارة، سواء تمشي ال
للأندية تاع كرة القدم يخلصوا بالشكارة، في الشانتيات يخلصوا بالشكارة، بارتو يخلصوا بالشكارة ليكيد. وزيد في الليكيد هذا كان بزاف لي فوبيي، في الجزائر راهي معمرة لي فوبيي، والدولة ما تحوش ما تكسرش راسها، فوبيي ربي تاع الصح ما عنده قيمة، دونك طب على روحك، دير فوبيي على روحك. هذا اللي يلزم الناس تعملي في الجزائر، لي فوبيي بونك معمرين. دابور شوفوا لي بيتازير كلهم كي شيفون دايرين، كي شيفون وين راح نفيريفي هذا البي صحيح ولا ماشي صحيح. وزيد وين ما تروح ما كانش تروح تقضي في حانوت تخلصوا زوج ملاين ثلاث ملاين، بيسيري تخلصوا زوج ملاين ثلاث ملاين، تروح تشري صباط ولا تشري كوستيم ثلاث ملاين اربع ملاين، تعطيهم لو كاش ما كاش اللي يخلص بالكارطة ولا بالشاك. دون بلي هذاك راح يديري فيهم ورقة بورقة، ما يديري فيش يحطهم وكي يشري كيف كيف ويا ماشي. هكذا راهي تصير البلاد. دونك الحملة الانتخابية راح تمشي تتمول بلي بي تاع الصح ولي فوبي، لأن شكون اللي يخدم لي فوبي؟ جماعة العصابة. هذا باش الناس ما تبقاش تحوس هاك ولا لا. المهم درك كي زعما داروا قال لك ما تمتش اكثر من 60 مليون، يعني هادو الناس اللي اشخاص ما يمتش اكثر من 60 مليون مدها بالشاك ولا بفيرمون، وداري يعني واحد الضوابط، هي ما كاش منها، كله كلام فارغ، كله كلام فارغ. وزي ما قال الحزب السياسي قالوا المناظرين تاعهم بلاكو تجيبوا دراهم من الخارج وتمدوا وكذا، كاين الاطر القانونيه وكاين قانون عضوي متعلق بتمويل الانتخابات. وقال كل الجهه الوحيده يعني متكلفه بتمويل الحمله هي مديريه المترشح، وأموال الأحزاب الخاصة بدون اللجوء إلى بدائل أخرى ما عدا الهبات المثقفة قانونا، يعني يمدوا دي دون. أنت تبون بعضك باش ما بقاوش الآخر، نجو ديريكت وما نضيعوش الوقت. تبون الحملة تاعو اللي جاي مولها بدراهم الشعب، يروح يعمل لك زيارة هنا وزيارة لهيه في إطار زعما راهو رئيس جمهورية راهو يزور الولايات، هو مش راح يزور بزاف، واحدة ولا زوج، يا ما عندي سون فو تبون ما على بالوش بالشعب وبالانتخابات، ولا على بالو العهدة الثانية مضمونة خلاص، وكل تحركة تاعو يديرها بدراهم الدولة، لأنه ما يعرفش يميز ما بين دراهم كمرشح ودراهم الدولة، لأنه سارق كلش. يبقى الآن هذوك لي ميتينغ اللي باش يديروا في الخارج وفي الداخل، يروحوا الأزلام تاعو ما يديروا لي ميتينغ، وما يديرش يتكبر ويخاف يخرج للتيران. ما في الجزائر ما كاش حملة انتخابية تاع الصح. أو شكون اللي راح يمولوا الحملة؟ الممولين تاع الصح. أول ممول هي الكونفدرالية الجزائرية، يسموها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اللي هو يسمى تاع الباترونا، اللي جا في بلاصة جماعة علي حداد اللي راهو في الحبس وراهم كاع في الحبس. تاع الباترونا هادو اللي ترأسهم كمال مولا، هادو ما بداو ديجا يخدموا من شهر فيفريي مارس، بداو يخدموا بداو يلموا، راهم دوك لموا تقريب على حسب بعض المعلومات بين 7 ملايين و 8 ملايين اورو. وعلاش يحسبوا بالاورو؟ لانه لو يحسب بالدينار تجي بزاف، دونك يحسبوا بالاورو، تعطيك الحساب بالاورو، يقول لك راه طمو واحد 7 ملايين 8 ملايين اورو.
هذه قبل باش يكريو ناس عالو يجيبو لي بوس باش الناس يديوهم ويشريو الكاسكيتات للناس يشريو لي ساندويتش. المهم هادو بعد عندك سي فيتال الجروب تاع ربراب راكات يديرولو ساعات الراكات. مانيش عارف الى الصورة والصوت راه ملاح ماذا بكم تقولوا لي اسكو كان ديكالاج ما بين الصوت والصورة ماذا بكم تقولوا لنا قبل ما نكمل لان يعني سي نورمال يبداو يدخلوا الذباب تاعهم ويبداو يضربوهما بعد في يعني نشوف هل اليمين دخلوا في الذباب ولكن درك الذباب كي يجي تسب وتجي الاخر واش راح دير ما تنقص ما تاثر ما والو لا تاثر على الناس اللي يجي يسمعوا والناس اللي يتبعوني ولا تاثر علي انا بالعكس انا قد ما نشوف الذباب يسب وكذا هذا يعطي فكره على الزلام العصابه والعصابه المستوى تاعهم تاع سفاهه وكلام عيب ويزيد يشجعني نعرف بلي راني نضر فيهم دونك نزيد جو دو كير لي في كونترير ان هادو يوروني بلي راهم راني نوجع فيهم دونك يطلبوا في الذباب تاعهم اتلقى روحو خنا باش نعرفو نزيدو يطلعونا نسبه المشاهده ما نقولوش لا تري بيان. الو نشوفوا بالنسبه للصوت والصوره لما كانش ديكالاج ما كانش العرض دونك كما نقول مليح 10/10 5/5 تري بيان بارفي مليح يعطيكم الصحه. دونك نكملوا الوغ بالنسبه لسي فيتال سي دو راكات اللي يديروا لهم قبل ما ينحيوا ربراب من مجمع ديالو يقولوا تنحى انت ربراب بورتو كان حقرت العصابه تاع بوتفليقه احنا شاهد على هذا وكنت تلاقاه ونعرفه مليح العصابه تاع بوتفليقه لما كان تبون يحبوا على يديه ورجليه بوتفليقه ويخدم عند بوتفليقه ربراب كانوا حاقرين جماعه بوتفليقه مبلوكينو في كلش. لما جات العصابة دي تاع الجزائر الجديدة وبعد ما دخلوه للحبس وكذا وكامل دابور طلبوا منه يغلق ليبرتي غلقها زادوا طلبوا منه باش يشري لهم هذوك لي زيكستراكتور دوكسيجين وكذا في الضربة تاع كورونا شرا ومن بعد قالوا له تخلى انت على المجمع وخلي ولادك لا ولا تخلى عطى لولادو ولادو داروا عليه الدراهم الدراهم هكذا الدراهم يلحق طفل يدور على باباه داير نهار اللي راح تبون للصين لاشين وليد تب وليد ربراب اللي هو حكم خلف باباه كان في الطيارة مع تبون وباباه عند قاضي التحقيق السي ان جي مشارينها له باش يزيدوا يزيروا عليه يديروا له ابتزاز باش ينحلوا دراهم. المهم سي فيتال قال يمدوا دراهم ما يهدروش كوندور كيف كيف هذو من الممولين الرئيسيين حسب مصادر جاية من المقربين من رئاسة الجمهورية من المقربين من تبون هادو اللي تسمى يكحوا ويسكتوا ربرابو على صرالو مشاكل مع بوتفليقة بس كي قالوا هاد الدرام قال معطوني ورقة قالوا روح نروك الورقة دونك ما عادش دوموندي الورقة ما عادش دوموندي الرسو الرسو سي با لا بان. ودرك كاين ممولين اخرين من تحت هذوكا يمشمشوا ولا تبون داروا دراهم
Donc, il faudrait que bien, ils aient fait un mandat, ils diront, Zama Hamla, ou Gda, ou soi-disant, Ibn Hamla, le Baba. Donc, صوت ولا نشوف كان واحد برك يقول لي بلا لو سون اي تري فابل دونك نشكر راهو عندك خويا العزيز ولا نيتك صافيه نشكر راهو عندك ولا لعبها مع الاخرين ربي سهل عليك ما عندك ما تاثر هاد دونك كانوا ولا تبون ومعاهم في فرنسا اللي باش يجبد لورو واللي يضرب الدراهم حتى قال فيكس واحد يقول علاه بالخير اي هذا علاه بالخير هذا فرنسي اصيل برج الغدير في ولاية برج بوريريج عايش في فرنسا عنده ابارتمون في 16 ارونديسمون غراند ابارتمون تاع الحب وهذاك الابارتمون داروا على اسم شركه من بعد فاصون نوريكم كي نقعدوا نعطيكم الملف كومبلي لان الملف راح يتنشر في المواقع الاعلاميه الاخباريه الدوليه كذلك في كتاب باش يبقى للتاريخ سمعت ما لعبوش ونزيد نحطوه في الفيسبوك لانه سيد مريض بالفيسبوك ولا واليوتيوب الور هذا على بالخير قلنا عنده ابارتمون في 55 بولفار لان في 16 ارونديسمون باش ما يخلصش عليه الغرامه وبيروح بلي ماهوش ساكن ليه وكذا داير شركه ينسي دايرها على اسمه من 99% و1% كان مديه لمرته الثانية ماشي بنت اسماعيل ماشي بنت الجنرال اسماعيل الثانية اللي زوج فريال حمدين اللي بابها هرب مع النصار من بعد كي طالقوا طلقاته الى طلقها ما نيش عارف عليه هذاك 1% نحاولها واعطاها لواحد اخر ويمشوا بعد ولات الشركه كلها لما فضحت انايا الشركه كلها باعها لواحد التركي لا السياده كلها ولكن برضه ما قالناش تباعت ولا ما تباعتش هذا هو لنا المهم هدايا يضرب تشيبه في لي مارشي مع الشناوه ومع التراك وشريك معاه محمد تبون وخالد تبون كانوا زوج معاه وكثر خالد هو اللي راهو داخل معاه في لي زافير خالد محابسي سبيسياليست تاع الرشوه كان يدير الرشوه من كان يشريه كمال بوشي كان يشريه دونك هادو اللي راح يمولوا الحمله علاب وعلاش يمول باش يبقى قريب من السلطة لأنه هو حياته كاع هو اللي كان جنرال إسماعيل في السلطة على ديدانه تقرب من بنته وتزوج بنته ومن بعد طلق وكي طلقاته مرته ومرت بنت إسماعيل هي اللي طلقاته وعندي الوثيقة يعني كل شيء موثق هي اللي طلقاته وقال بلي هذوك العامين يجوا سمعاهم وقال عامين تاع سيرفيس ناسيونال سيرفيس ميليتير ومن بعد بون جبد واحد الكلام ما نقولوش اليوم بعد يعني يمس في شخصيته وحب زعما يمس في المراه في طريقته ولكن هو يمس في شخصيته يعني ما يقولش جاب لي طفل ماركاتو عليا واش ماركات عليا علاش تخليه ماركة عليك هذا كلام قالوا لي انا شخصيا قالوا لي انا في جنيف يعني بس ما رانيش نجيب فيها من عندك شواعد هو اللي قالها المهم دونك هذا على بتخير
علاش يموت؟ باسكو باش يكون قريب للسلطه، قريب اسماعيل، بعد كي راح اسماعيل قعد يدور مع جماعه السرابس وكدا، درك كروش الفاكو ديالو مع ولاد تبون ومع بيليجي تاع الشناط راك، مع وزير لا لانه ما عندناش بيليجي تاع الشناط راك، ووزير المحروقات وكذا، لانهم يعرفوا بلي شريك مع تبون واحد الوقت لبيليجي تاع الشناط راك، كان راح يدير ولد تبون خالد راح يديرو مستشار ودار له بيرو وكذا، ولا كيسمع تبون قالوا لي دون نور بات مرقعه. هاي انا حارك البوست هذا، هاي ليك شكون الناس اللي يمولوا الحملة تاع تبون. هنا نقدر نقولوا بلي هذا راس مال فاسد، لين يجي يكذب عليه يقول لك راهم داروا قانون يلزم بالشاك، حتى 100,000 ولات بالشاك، 1000 دينار قال يلزمها بالشاك، قاعد بالغاشي تاويلا. ما كاش يمشي بالشاك في الجزائر، ناس قاعد تمشي بالشكارة، وجايب لي رجال أعمال وجايب لي كذا منا وبزناسية والآخر، وكامل اللي يمدوا سيستنى الرتور، عمالك يمدوا محبة في تبون، لا، يستنى الرتور، الرتور من عند العسكر، العسكر هما حاكمين كلش، هادي هي، دونك نقولوا نستناو الباقية تاع الحملة الانتخابية كيفاش راح تتم، خاصة مع المشاكل اللي ظهروا لتبون بعد اللي قاتلوا مع ماكرون وخباها العسكر ما خبرهمش، نستناو الباقية. على كل حال تبون اللي كان ضارب النح على ماكرون والاعتراف تاع فرنسا بمغربية الصحراء، اليوم ظهر، أظهر اليوم باش يهني الملاكمة إيمان إخلف. شوفوا هذا بعد الجنجل باش نتكلموا على إيمان وعلى الموقع المباراة تاعها وكامل، أنا بعد الجنجل.